راس الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه وفد مملكه البحرين في الاجتماع التاسع والثلاثين لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والذي عقد اليوم في الرياض. وبهذه المناسبه اعرب معالي وزير الداخليه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه رئيس الدوره الحاليه على حسن الاعداد والتنظيم للاجتماع. منوها الى اهميه تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس واشار عليه الى ان الظروف الاقليميه والدوليه الراهنه تتطلب تكاتفا امنيا وعملا نوعيا لتعزيز التعاون الامني بين دول مجلس التعاون مضيفا ان الاستمرار في تاكيد النهج المشترك لتعزيز الاستقرار الامني والسلامه العامه اصبح حتميه استراتيجيه تتطلب الحفاظ على الاستعداد والجاهزيه الامنيه لمواجهه المخاطر المحيطه وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الامنيه المدرجه على جدول الاعمال والتي تسهم في تعزيز مسيره التعاون الامني الخليجي المشترك حيث استعرض اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليه توصيات وكلاء وزارات الداخليه بدول المجلس المتعلقه باستكمال دراسه اليه ربط المخالفات المروريه بالاضافه الى مستجدات الشبكه الامنيه لوزارات الداخليه والتقرير السنوي لمركز المعلومات الجنائيه لمكافحه المخدرات وايضا الخطه الاستراتيجيه الموحده لمعالجه اثار الادمان كما اطلع اصحاب السمو والمعالي الوزراء على التقارير الخاصه بالتمرين التعبوي المشترك للاجهزه الامنيه بدول المجلس امن الخليج العربي 3 2022 والذي نظمته وزاره الداخليه بالمملكه العربيه السعوديه والاستعدادات القائمه للتمرين القادم امن الخليج العربي اربعه ورافق معالي الوزير خلال زيارته معالي سفير مملكه البحرين لدى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ووكيل وزاره الداخليه وعدد من كبار الضباط